صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير والنور والسعادة، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرحب فريق عمل البرنامج، ويانا في الإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد، وبتشاركني الحلقة اليوم الأخت آمن العلي. صبحكم الله بالخير جميعا. أهلا فيك دكتورة، وصباح الخير والنور والسرور. هذه تحياتي لكم، محادثتكم دكتورة بدرية الحرمي، بنكون وياكم بإذن الله على مدار ساعة من الحين، ويسعدني تواصلكم ومشاركتكم على أرقام التواصل 600-551-414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر رسائل النصية على الرقم 4006. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا اليوم، انا حاب ابارك للشعب السعودي وكل اخواتنا واخواتنا السعوديين بيومهم الوطني، ونقولهم كل عام وانتم بخير، وادام الله الامن والامان علينا وعليكم جميعا. اعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحه وسعاده، راح نتناول اهم المواضيع الطبيه والصحيه اللي تهمكم وتهم صحتكم وصحه مجتمعنا. ويسعدنا بعد أن نفتح لكم قنوات التواصل مع هيئة الصحة في دبي لاستقبال مشاركاتكم أو سماع اقتراحاتكم أو ملاحظاتكم. فقراتنا لها اليوم متنوعة، عندنا فقرة تتعلق بآخر الأخبار والدراسات الصحية، وعندنا بعدين فقرة السوشيال ميديا، ومن بعدها فقرة التغذية واللي بتتكلم عن صحة الشعر، وآخر فقراتنا بتكون فقرة مهمة تتكلم عن الاكتئاب عند كبار السن. على العموم خلونا الحين نبدأ بأول فقراتنا ونشوف شو عندنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن أفضل مصادر الكالسيوم المقوي للعظام. طبعا مثل ما نعرف كلنا أن الكالسيوم يلعب دور مهم في وظيفة العضلات وتجلط الدم وإفراز الهرمونات، ويلعب دور كبير في تشكيل بنية العظام وكثافتها، ويسبب نقص الكالسيوم بالجسم انخفاض كثافة العظام، وبالتالي التعرض لخطر الإصابة بمرض هشاشة العظام المسبب الرئيسي للكسور لدى كبار السن. والحليب ومنتجات الألبان هي المزود الرئيسي للجسم بالكالسيوم، لكن الأشخاص المصابون بعدم تحمل اللاكتوز اللي هو السكر الموجود في الحليب ومشتقاته فيعانون من سوء امتصاصه، وعشان كذي عليهم أنهم يبحثون عن مصادر أخرى للكالسيوم. وتعتبر طبعا الأسماك الزيتية مثل السردين من بين أفضل المصادر الغذائية للكالسيوم، حيث أكدت مؤسسة هشاشة العظام الوطنية والمعاهد الوطني للصحة العالمية أن كل 87 جرام من السردين تحتوي على 325 ميلي جرام من الكالسيوم، مما يشكل ثلث المدخول اليومي الموصى به للبالغين فوق سن 50 عام. ويعتبر طبعا السردين من أفضل المصادر الغذائية للفيتامين دال الضروري لامتصاص الكالسيوم، وتوفر علبة السردين الوحدة أكثر من 40% من احتياجات اليومية من فيتامين دال. كما يقدم السردين جرعة صحية من البروتين اللي تضمن نمو العظام، وأثبتت الدراسات أهمية البروتين في الوقاية من مرض هشاشة العظام، حيث يشكل البروتين ثلث كتلة العظام، كما ثبت ارتباط البروتين بارتفاع كثافة العظام في الورك والعمود الفقري والجسم بأكمله، وانخفاض خطر الإصابة بكسور الساعد لدى النساء. وأخيرا نذكر أن السردين من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية اللي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من مرض السكري. أعزائي المستمعين، كان هذا خبرنا لهذا اليوم، والحين بناخذ فقرة السوشيال ميديا وبنعرف شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، مع زميلة أسمى الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير والنور والسرور عزيزتي أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حبيبتي أسمى، خبرينا شو عندك اليوم من أخبار. نحن آخر المستجدات أو آخر الخدمات اللي تم إعلان عنها من هيئة الصحة بدبي، من ضمنها هي تم إعلان يوم أمس عن عيادة ما بعد الإصابة بكوفيد
19. العيادة أول سؤال واحد ممكن نسأل نفسه، هل مر على إصابتك بكوفيد 19 أربع أسابيع أو أكثر وما زلت تعاني من أعراض مرضية؟ فالخدمة هاي، العيادة هاي حق الأشخاص اللي كانوا يعني عندهم أعراض كوفيد واستمرت معهم حتى بعد أربع أسابيع من المرض. فالأشياء المتطلبات اللي هم العيادة متوفرة في كل مركز البرشة الصحي وند الحمر، وكل اللي عليهم يا أنهم يتصلون على 8342 أو يكون عندهم تحويل من طبيب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو من خلال خدمة الطبيب لكل المواطن الموجودة في تطبيق هيئة الصحة، أو من أي المستشفيات التابعة لهيئة الصحة بالبيت. فعندهم خيار إما الاتصال أو إن تحويل من هالثلاث أماكن. أيضا من الأشياء المهمة لازم يعني يوفرونها نتيجة الفحص إيجابية اللي هي تثبت أنهم كانوا مصابين قبل أربع أسابيع أو أكثر، وأيضا نسخة من نتائج الفحوصات المخبرية أثناء الإصابة إن وجد. يعني بعض الأشخاص يحتاج يكون مسوي لهم فحوصات وأشعة، فيعني إذا عندهم هالأشياء لازم يوفرونها اللي هي فحوصات المخبرية وأشعة الصدر. فالخدمة هاي متوفرة وهالأعلن عنها في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا نحب نأكد الجميع أن جميع مراكز هيئة الصحة بدبي تعمل من خلال نظام المواعيد المسبقة، فوايد مهم أنهم يأخذون موعد من خلال مركز اتصال على الخدمة مباشرة، أو من خلال أنهم يتواصلون مع طبيب الأسرة أو طبيب ذكي المواطن من خلال التطبيق اللي يقدرون يسوونه من خلال الأبليكيشن مباشرة. أيضا نحب نذكر بأن أيضا مراكز تطعيم هيئة الصحة من خلال مواعيد مسبقة ممكن حصول موعد مباشرة من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال خدمة الواتساب 8342. كل اللي عليهم منهم لما يدخلون للواتساب يسيبون الرقم 8342 في قائمة الانتظار ويكتبون كلمة هاي في الواتساب. نحن أيضا مستمرين بحملة دمي لوطني، ويمكن للجميع أنهم يتبرعون من خلال مركز التبرع بالدم أو من خلال باص اللي قاعدين نحن حاليا في جولة للجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع إجازة جميلة وعطت نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك عزيزتي أسماء مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي على الأخبار الطيبة، ونتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد ونلقاك الأسبوع الجاي بإذن الله. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع إن شاء الله نكمل وياكم فقراتنا لهاليوم، وبنتكلم بعد الفاصل عن فقرة التغذية، وهاي الفقرة مثل ما خبرناكم بداية الحلقة بتتكلم عن موضوع وايد مهم والكل يعني يسأل عنه، شو الأغذية المفيدة لصحة شعرنا. تريونا ناخذ الفاصل ونرجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. واليوم دكتورة موضوعنا وايد جميل، ويمكن يتسائلون عنه النساء والرجال. الكل يبغى شعره يكون صحي وشعره جميل، ودكتورة التغذية اليوم مصرة تعرفنا أكثر واللي هي أستاذة نجلة عن الأطعمة المفيدة للشعر. فصباح الخير أستاذة نجلة. صباحكم الله بالنور والسرور، ونقول خميسكم ونيس. صباحك الله بالنور والسرور أستاذة نجلة، ونورتي البرنامج. منور بوجودكم دكتورة. طبعا أستاذة نجلة سعيدين بوجودك أكيد معنا. وطبعا أنا سعيدة. طبعا إحنا اليوم بنتكلم عن موضوع وايد مهم اللي هو صحة الشعر، وتعرفين إحنا نسمع وايد عن منتجات وعن مستحضرات للتجميل عناية بالشعر، ونسمع الكثير اللي يقولنا هذا زين للشعر وهذا أحسن وهذا أفضل وإن هاي الأطعمة مفيدة، يعني ونسمع وايد أشياء، بس نبغى نعرف الحين شو هي الأطعمة المفيدة للشعر؟ هل هناك فعلا في أطعمة مفيدة للشعر؟ نعم دكتورة، بالفعل هو أول شيء التغذية من الداخل، يعني أنا ما بس أهتم يعني بصحة شعري من الخارج وأدور الخلطات والأشياء اللي تكون يعني برع وأحاول أسويها بالبيت عشان أحافظ على صحة الشعر ولمعان الشعر
لو عدم تساقط الشعر، لكن التغذية فعلا تنبع من الداخل. يعني إذا أنا مثلا عندي نقص في عنصر معين قد يكون هذا السبب في أن يتساقط الشعر أو يضر الشعر. فأنا أول شيء أعرف من خلال فحص، أسوي الفحص الدوري، أعرف إذا كان عندي باب نقص العناصر، وبذكر لكم العناصر اللي نحن نركز عليها واللي لها علاقة بتساقط الشعر أو الأمور اللي تضر بصحة الشعر. وانت دكتور اعتقد دائما تنصحون الاشخاص يسوونها اذا كان عندهم نقص، طبعا ياخذونها بمكملات غذائيه او نقول بحبوب باستشاره الطبيب المعالج عشان يغطي هذا النقص. ولكن احنا دائما ننصح ان الشخص ياخذه من الاطعمه، يعني دائما الشيء موجود قدامه ياخذه من الطبيعه افضل. من هذه الاطعمه ممكن تعطينا يعني نبذه عن الاطعمه هذه المفيدة؟ العناصر هي العناصر الغذائيه المفيده دائما نسمع للزنك. يعني اول ما الشخص يروح ويقول مثلا عندي مشكله بالشعر، اول فحص دوريات الزنك. فالزنك يساهم في تقويه بصيلات الشعر، وموجود في البروتين الحيواني والموز والمكسرات. يعني اذا كان في نقص من خلال الاطعمه هذه، اذا حتى مثلا الاشخاص النباتيين ما يركزوا مثلا على البروتينات الحيوانيه ممكن يصير عندهم كذلك هذا النقص. عندنا كذا بركز لكم على مصادر الغذاء اللي موجودة يعني بنسب أكثر فيها من العناصر الغذائية. عندنا كذلك النحاس يقوي خصلات الشعر، مثل نقدر نحصله بالدياي، الخضروات الورقية والمكسرات. يعني برجع أقول مكسرات في كل عنصر غير الملح لأنها مفيدة. عندنا كذلك الحديد، نقص الحديد يسبب تساقط الشعر. طبعا عشان يعني نركز على الأغذية الغنية بالحديد، ممكن نحصلها بأثناء تناولنا الوجبات الصحية، بحيث أنه مو بس تركيزنا يكون حتى على البروتينات الحيوانية والمنتجات الحيوانية تحتوي على حديد، كذلك موجودة في السبانخ، الخضروات، عندنا التوفو، فول الصويا، الشمندر. فأحاول أني أنا أوازن أكلي يعني خلال اليوم، يعني عندي خلال يعني مو خلال اليوم هذا بحصل النتائج، ممكن خلال فترة، بس اني انا احاول اني اغطي كذلك النقص اللي عندي، او احاول اني انا اوازن في نظام اكلي سواء كان من البروتينات كذلك. وعندنا البيوتين اللي مسؤول عن تقويه الشعر، وايد نسمع عن منتجات الشعر فيها بيوتين، تعيدون الراي ولا هي وايد نسمع عن هالاشياء، فعشان احنا نبغى الحين نبين للكل اللي يعني يسمعونا شو الاشياء اللي فعلا يعني حقيقيه وفعلا ممكن تفيد الشعر. نحن دائما سبحان الله نسمع البيوتين في وايد منتجات الشامبو والمنتجات الخاصه بالشعر. البيوتين هذا مسؤول عن تقويه الشعر، نحصله بالجزر، الحليب، التوت البري. فنحن نقدر ندور على هذه المصادر. انا اعطيكم بس امثله من هذه المصادر الغذائيه، لكن نحن نقدر نبحث نشوف مثلا الزنك وين موجود بالمصادر الغذائيه، البيوتين كذلك، عندنا النحاس، يعني الأشياء هذه يعني وين تواجدها أكثر في الأطعمة، خاصة الناس اللي تبي تحافظ على صحة شعرها وتعاني من مشكلات في تساقط الشعر، ضعف الخصلة والبويصة في الشعر. للناس اللي تعاني كذلك من نقص فيتامين دال ممكن يصل لهم مشكلات في الشعر. فنحن نقول لهم دائما تعرضوا لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة، ربع ساعة، أخذوا فيتامين دال باستشارة الطبيب كمكمل إذا احتاج الشخص وكان عنده نقص. لكن مو بأي شخص يروح يأخذ هذا الفيتامينات وهو ما عنده نقص، يعني إنه يأخذها كمكملات القص، كمدعمات أو كمكملات، إنه بس أنا حافظ على جمال شعري، على جمال بشرتي وروح يأخذ منها. يعني لازم أول شيء يبحث يعرف شو عنده من العناصر الغذائية، يعني أول المهم اللي ناقصة عنده، مثل ما ذكرتي الحديد، النحاس، الزنك، صح، وفيتامين دال. يعني بداية الفحص نقدر نقول دكتورة. صحيح. وأستاذة نتلى طبعا لضيق الوقت إحنا نبغى نعرف الحين في وصفات بعد يقولوا لها خلطات، وحطي هالخلطة وحطي هالخلطة وخلطي الثوم ويا العسل ويا الليمون ومايونيز، كل شيء مستحيل أجربه. كل يوم تطلع لنا خلطة، يعني أستاذة نتلى نشوفها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم يطلعون خلطة معي، والناس تخربطت، يعني شو نسوي في شعرنا؟ حتى الشعر بعد في النهاية بيتعب. صحيح، لأن كثر هالاستخدام الخلطات هذه الطبيعية وهذه ممكن تكون آثارها سلبية أكثر ما أني أستفيد من هذه الخلطات اللي بسويها، وحتى أن مثلا بقاها على الشعر فترة طويلة، تراكيزها كلها تأثر على الشعر. يعني ممكن مثل ما ذكرتي دكتورة أنها مثلا الثوم
في ناس يعني اعتقاد عندنا ان اللي عنده ثعلبة ممكن يحط ستوم، انه ممكن يرجع للشعر او يسوي، لا هذه كلها اعتقادات نحن ما نحبذها وما نشجع عليها لانه ممكن تضر. لكن اذا كخلطات طبيعية ومتأكدة من عناصرها وما استخدمها بكثرة وما اسوي تراكيز قوية، هاي يعني لا مانع فيها، لكن يعني بحدود، باعتدال في النهاية. يعني احنا نركز، يعني احنا استاذ نجا نركز على الاطعمه يعني او المصادر الطبيعيه اللي تساعدنا على الصحه، يعني الحفاظ على صحه الشعر. زين الحين عناصر انت ذكرتيها والاطعمه اللي انت ذكرتيها، يمكن ذكرتي اكثر عن مره تناول مكسرات، يعني نكثر من تناولها مثلا عشان يعني ناخذها ولا شو يعني ناخذها الحين انا سمعت كل المصادر، الحين انا خلاص بركز على هذيل، يعني في ناس يفكرون شيء يعني لا، لكن لا نحن نستبقي المصادر هذه، يعني مثل البيوتين، الحديد، فيتامين د، الزنك، نشوف مصادرها الغذائية والبدائل لها وناخذها. لكن المكسرات غير المحمصة غير المملحة أخذها باعتدال، يعني قد شفنا في الإيد بشكل يومي ما أكثر بعد من تناولها، وعقب أقول بعد الوزن زاد، لأنه يحتوي بعد على سعرات حرارية ممكن بعد يعني زيد الوزن لهم، فأتناولها باعتدال، يعني كل شيء يكون باعتدال أفضل. حتى الكالسيوم، منتجات الألبان، الجبن، الزبادي، في ناس ممكن يكون عندهم نقص الكالسيوم، بالتالي يعني تأثر عندهم صحة الشعر. الماي بعد لازم يركزون عشر بالماي خاصة يعني كل يوم، يعني الماي مهم لكل شيء صراحة، للشعر وللبشرة أكيد. فعلا الماي مهم لكل شيء، ونتأكد من أمان وسلامة الخلطات هذه، يعني مثلا ما يمشي خربان واحط زبادي مثلا فتره طويله اشياء وكل ومينيز لا يقول لك بعد الزبادي يتم شوي فتره طويله زين حق الشعر. هاي وحده من الخلطات سمعتي فيها؟ هي وايد شيء نسمعها، لكن مو كل شيء يناسب، يعني ممكن يناسب شخص ما يناسب اخر. صحيح. ممكن هذا الشخص عنده نقص من الداخل، عنده مشكلات من الداخل، يعني لازم يحاول يستعيض بها بالأكلات، الأطعمة الطبيعية، الأطعمة اللي موجودة، فما يحتاج إنه يلجأ لخلطات أو أي شيء ممكن يضرب شعره. نعم أستاذة نجنة، نحن نحث المستمعين إنه بدال ما نجلس نجرب هاي الخلطات في البداية ونجرب أنواع الشامبو المختلف، أول شيء نروح نشوف الأساس من وين، شو الشيء الناقص في الجسم. هو غالبا أنا يعني عن تجربة وعن اللي سمعته من اللي حوالي إنه نقص الحديد له تأثير وايد كبير، ومثل ما ذكرتي أيضا الزنك، فإذا وجد يعني الخلل أنت ممكن إنه يعني تكميل يعني المكملات الغذائية أو الحبوب هاي اللي مثلا حبوب فيتامين دال أو حبوب الحديد هاي، أو على حسب احتياجك من هالفيتامين، فأنتي بتعالجي شعرك بدون ما تتعرضين لهاي الخلطات، توفرين الوقت وبتجهد بعد، يعني أن أنتي خلاص عرفتي وين مصدر. ومثل ما ذكرتي أستاذة نجلة، يعني الاعتدال هو القاعدة الأساسية في الحياة في كل شيء. صحيح، مو بس حتى لصحة الشعر، يعني أنا لما بتبع نظام غذائي متوازن راح يعني هذا النظام بيعود لي من كذا فائدة، صحة البشرة، صحة الشعر، يعني الوصول إلى الوزن المثالي، في وايد أمور أنا أقدر استفيد منها من اتباعي للنظام هذا المتوازن اللي بيخلي الشعر سليم صحي، خاصة يعني بعد فترة الناس تعاني تساقط الشعر بعد سن معينة يعانون، ونسمع وايد مشكلات عنها في سن المراهقة، في سن نبحث عن المسببات ونحاول نعالجها، ونبحث عن المصادر الغذائية، الأكل، طبيعة الشخص شو يأكل أو كيف نظامه اللي جالس يتبعه، هل يشرب ماء، هل يتبع نظام غذائي صحي، ولا أنه يلجأ لأكلات ثانية يستعيض عنها بالسعرات الحرارية، بالحلويات، بالمشروبات الغازية ممكن تأثر عليه سلبًا. يعني نعم، لو بتعطين نصيحة أخيرة للمستمعين، لو بتقولين أكلة معينة ولا شيء معين ممكن أنه يساعد على تحسين الشعر أساس نتغدى فيها اليوم ولا نجربها، شو رأيك؟ الأوميجا ثري هذا اللي حبيت أركز عليه، لأن الأوميجا ثري موجود في الأسماك، صحيح؟ أسماك الزيتية، تونة، والسردين، صحيح هذه الأشياء ممكن حتى نحن نركز عليه لو 3 مرات في الأسبوع، يعني مثل ما قلت دكتورة بروح نتغدى فيها اليوم، خلاص اليوم غدانا يعني. اليوم تونة، صحيح.
لأن الأوميجا 3 وايد مفيد حتى لصحة الشعر. نعم أستاذة نجلة شاكرين طبعا أستاذة نجلة درويش أخصائي التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم وشاكرين لك هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. كل الشكر لكم وشكرا على الاستضافة ويومكم سعيد. شكرا لك. شكرا لك أستاذة نجلة. نعم شكرا. والله كان الموضوع وايد حلو صراحة، ويعني بالعكس يعني عرفنا أن في هناك وايد عناصر تدخل في صحة الشعر، احنا لازم نتأكد من هالعناصر إذا احنا عندنا نقص فيها ولا شيء. فالقاعدة مثل ما قلنا شو الفحص بالطبع الأولي وايد مهم. نعم لكل شيء دكتورة بدرية، الفحص مهم لأي أعراض الإنسان ممكن يشعر بها يتوجه لأقرب مركز صحي له ويقوم بكل الفحوصات اللازمة، أحسن من نحن نسمع التأويل. ويمكن أنت عندك النقص الفلاني وكل هذا وكل هذا وسوى هاي الخلطة الفلانية. صحيح ما يعني ما يتعب أن الواحد يتجه للمركز الصحي ويعمل هاي الفحوصات، والحين أبليكيشن DHA موجود ويقدر يطلع على كل الفحوصات وهو قاعد في البيت، مو بلازم يرد المستشفى ويراجع. أكيد أكيد. أعزائي المستمعين الحين بناخذ فاصل وبنرجع إن شاء الله نكمل وياكم آخر فقراتنا لها اليوم. ومثل ما ذكرنا فقرتنا بتتكلم عن اللي هي الاكتئاب عند كبار السن، وهذا موضوع مهم ويهم كثير منا. تريونا ناخذ الفاصل ونرجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة اللي نستقبل فيها كل اقتراحاتكم وملاحظاتكم واللي هي 4006. رجعنا لكم مع فقرتنا الأخيرة والفقرة المهمة جدا لليوم واللي هي فقرة الاكتئاب عند كبار السن. أعزائي المستمعين، الاكتئاب مرض شائع في العالم، وحسب التقرير الرسمي اللي صدر عن منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع قال إن الاكتئاب يصيب 3.8% من الأشخاص في العالم، 5% منهم من البالغين، و 5.7% من البالغين اللي تزيد أعمارهم عن 60 سنة. ويعاني من الاكتئاب حوالي 280 مليون شخص في العالم. ويختلف الاكتئاب عن تقلبات طبعا المزاج المعتادة أو الانفعالات العابرة اللي نشوفها يعني بسبب تحديات الحياة اليومية. وقد يتحول الاكتئاب إلى حالة صحية خطيرة حسب ما تقول منظمة الصحة العالمية في تقريرها، وخاصة إذا تكرر حدوثه بحدة متوسطة أو شديدة. ويعاني اللي يصابون بالاكتئاب لأعراض مختلفة اللي ممكن تأثر على أدائهم في العمل أو في المدرسة أو حتى حياتهم الأسرية، ويمكن أن يؤدي الاكتئاب في أسوأ حالاته إلى الانتحار. وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن نستضيف ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة سلوى السويدي، استشاري طب المسنين ومديرة مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير والنور والسرور دكتورة سلوى. يا مرحبا وسهلا فيك في برنامجنا. يا هلا صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلين يا دكتورة. دكتورة لو تعطينا في البداية نبذة عن الاكتئاب عند كبار السن، تخبرينا عن أسبابه، هل هي أسباب صحية اجتماعية، شو أسبابه بالضبط دكتورة سلوى؟ أوكي شوفي دكتورة، الاكتئاب لدى كبار السن شغلة وايد مهمة. احنا من خلال تعاملنا مع الناس الكبار نشوف انها مشكلة under diagnosed، يعني لا يتم اكتشافها، يتم التغاضي عنها، تمر يعني يتم المريض عنده سنوات يعني سنوات عنده اعراض اكتئاب وما حد اكتشفها. الاكتئاب من أهم أمراض كبار السن اللي تفضلتي وتكلمتي عنها وتكلمتي عن خطورتها، وأنها ممكن تؤدي إلى الموت، إلى الانتحار، إلى الخرف، إلى الألزهايمر. هاي الأمور كلها عواقب لمرض الاكتئاب إذا ما تم علاجه. طبعا لدى كبار السن الاكتئاب لعدة أسباب، ممكن تكون أسباب صحية وممكن تكون أسباب اجتماعية. نتكلم عن الأسباب الاجتماعية أولا. الشخص الكبير بالسن غالبا مع تقدمه بالعمر يفقد دوره الاجتماعي، بعد ما يكون هو مسؤول عن الأسرة وهو الآمر والناهي فيها
تلقينا فجأة صار ما له دور نوعا ما، أو هو حس بهذا الشيء لما عياله خلاص they took over، كل واحد مسؤول عن حياته، ما حد صار يرجع له في اتخاذ القرار. هذا رقم واحد. فقدان دور الاجتماعي، فقدان دور المادي أو نقص الموارد، هذا الشيء يصير طبعا مع مرحلة التقاعد، كان متعود على إنكم معين أو مبلغ مالي معين، مستوى معين، وصار أقل نتيجة التقاعد مثلا. فقدان الأصدقاء، فقدان الأهل، حالات الوفاة اللي تصير، هذا الجزء الاجتماعي اللي ممكن يساهم في حدوث الاكتئاب لدى كبار السن. الجانب الصحي اللي هو الأهم، أولا الأمراض المزمنة، فكرة أن الشخص يعني يكون عنده أكثر من 3 أمراض مزمنة، هذا بحد ذاته ممكن يسبب نوع، ممكن يعني يكون عامل مساعد للاكتئاب. الإعاقات الحركية اللي تصير نتيجة فرضا جلطة دماغية أثرت على الحركة، مشاكل في المفاصل، آلام تؤدي إلى أن المريض في النهاية يكون على ويل شير. ولو تلاحظين دكتورة، إحنا حتى لما المريض يعني أول ما تجي له جلطة، مريض كان عادة يمشي معتمد على نفسه وما عنده أي مشكلة، فجأة تصير عنده جلطة ويصير مشلول وتريح الفراش، يصاب بحالة اكتئاب لدرجة أنه هو ما يبغي حتى أنه هو يسوي تمارين أو يشارك في تمارين إعادة تأهيل. هذا إلى المرضى اللي يصير عندهم جلطة، عادة نبتديهم على دواء اكتئاب علشان نقدر أن احنا نعطيهم البوش أو الدافع أنهم يستمرون في تمارين إعادة تأهيل عشان يعني يستعيدون استقلاليتهم. فالأمراض المزمنة، الإعاقات، صعوبة الحركة، تناول العديد من الأدوية من ضمنها الكورتيزون لأسباب مختلفة ممكن يؤدي إلى الاكتئاب. فهو عاملين، أسباب صحية وأسباب اجتماعية. نعم دكتورة سلوى، ذكرتي لنا اليوم عن العوامل اللي ممكن هي تؤدي للاكتئاب عند كبار السن، وذكرتي طبعا تفصيلين مهمين اللي هو العوامل الصحية والعوامل الاجتماعية اللي لها تأثير أنه ممكن يصاب المسن اللي عندنا في البيت بالاكتئاب. والمسنين طبعا هم أهالينا وبهاتنا وأمهاتنا، فنحن يمكن ما نكون ملاحظين هالشيء، يمكن الناس اللي حواليهم مشغولة بحياتهم السريعة ها، إذا ما كانوا هم حتى أصلا مش معاهم في البيت، يعني إذا يدهم أو يدتهم ساكنين في بيوت بروحهم معاهم مثلا فرد واحد من العائلة عايش مع الأم أو مع الأبو، فكيف ممكن الأهالي أنهم يداركون وصول يعني المسن لمرحلة الاكتئاب؟ نقدر نقول يعني قبل ما يصابه بالاكتئاب كيف ممكن هم يعرفون أنه في بداية هذا الاكتئاب؟ شوفي، الاكتئاب لدى الناس الصغار straight forward أو واضح جدا. إحنا دائما نقول تغير في المزاج، تغير في النوم، يا أما قلة نوم أو زيادة نوم، الشهية يا أما زيادة في الشهية يا أما قلة في الشهية، ومزاج الشخص دائما يحس أنه هو حزين. إذا استمرت هالأعراض لمدة أسبوعين بالناس الصغار، خلاص نشخص هذا الشخص أنه هو عنده اكتئاب ونبتدي على علاج. في المسنين هني التشالنج أو هني التحدي. في المسنين يعني وضعهم مش نفس الناس الأصغر سنًا. في المسنين الأعراض جدا تختلف. في لدى الناس الكبار الأعراض غالبا تكون أعراض جسدية ومتكررة، شكاوي متكررة، ألم ظهر، صداع، ألم بطن، وغالبا ما يكون لها تفسير طبي واضح. أوكي، فتلقان المريض مثل إحنا دائما نقول شوبينج من دكتور لدكتور، ودائما دائما دائما يشتكي حتى لو ما كان في سبب واضح لهالشكوى. هاي رقم واحد. الشيء الثاني، الاكتئاب ممكن يظهر على شكل عصبية شديدة، وهي أنا قلت من الحالات اللي إحنا نشوفها في العيادة، المريض دائما عصبي أو المريض صار عنده وسواس قهري، شيء جديد ما كان عنده من قبل، صار وسواس نظافة، صار عنده شك، صار عنده غيرة. هاي الشغلات وايد ممكن تعطينا هنت أو يعني كلو ان هالمريض ممكن يكون عنده اكتئاب. افكار سوداويه او الحديث عن الموت، يعني بقول لك شيء شويه يزعل، لكن انا مرات مثلا لما اقابل مريض وافحصه واكلمه القى من ضمن الكلام اللي هو يقول لي لو اموت احسن لي. صحيح. يعني هذه الجمله
بروحها خلاص تعطيني يعني انه بس دكتورة هم يقولون هالشيء دائما يعني انا يا بنتي الله يحفظها كل ما ان مثلا اذا ريولها تعورها وايد او شيء تقول انا اصلا لو اموت تحصل لي فيعني شو كيف نحن نقدر نتصرف في يعني في هالوضع كيف ممكن الواحد يهون عليهم هالاشياء اللي تصيرهم. شوفي لا يعني هاي الامور المفروض ان احنا ما يعني ما نتجاهلها. في شغله ثانيه بعد يعني من الامور او البرزنتيشن او اعراض الاكتئاب لدى الناس الكبار اللي ممكن الأهل ما يلاحظونها وإحنا بس لاحظناها في العيادة, في المسنين اللي تصيبهم نوبات هلع البانيك أتاكس. أوكي البانيك أتاكس اللي هي نوبات هلع بدون أي سبب, فجأة تلقى المريض خايف يقول ما أقدر أتنفس مع أنه يكون زين, أو مثلا مريضة تتصل في عيالها في نص الليل تكون خايفة ومرعوبة وكل مريون يطلبوا لها الإسعاف إن شيء إز فاين. هذه الأمور نوبات الهلع المتكررة ممكن تكون عرض من أعراض الاكتئاب. البكاء المستمر مرات أو مرات مريض وانت تكلمينه ما في شيء يصيح لكن وانت تكلمينه تلقينا يصيح. أو الشغلة اللي بعد وايد مهمة الاضطرابات المعرفية, المريض صار ينسى ما كان ينسى قبل, صار ينسى عنده مشاكل في الذاكرة, مشاكل في التعامل مع الناس, أو عدم اهتمامه بنظافته الشخصية, يرفض أنه هو يتسبح, يرفض يبدل ملابسه. هاي كلها على بعضها مو شرط كلها تكون موجودة في المريض الواحد, لكن أنا عندي مثلا أكثر من حالات كانوا جايين ما عندهم مشكلة في المزاج لكن مشكلتهم كانت في البانيك أتاكس, في النوبات الهلع, واستجابوا جدا لأدوية الاكتئاب. فهو المفروض أنه يعني شوية صعب على الناس الأهالي أنهم يكتشفون, عشان شيء أنا أفضل أن أي تغيير في سلوك المريض أو أي تغيير عن اليوجوال عن وضعه الاعتيادي المفروض أن يخلون طبيب متخصص في المسنين أنه يشوفه. لأن إحنا لما نكتشف أن في أن مثلا نقول للشخص أبوك عنده اكتئاب يستغربون الناس لأنهم حاطين في بالهم أن الاكتئاب يعني حزن. صحيح الاكتئاب مش بانيك أتاكس وليس. أعطيتينا صورة مختلفة جدا عن الاكتئاب دكتورة. بالضبط أي لأن في المسنين الوضع تريكي. إحنا يعني إحنا عندنا طريقة معينة بحيث إن إحنا نكتشف حتى من خلال الفحص. لما أتعامل مع الناس وأقول للشخص ولا أنا شايف أبوك عنده اكتئاب يستغرب, يقول لي أبوي عنده عصبية فقط. عرفتي بس هي العصبية قاعد تخف على دول الاكتئاب, العصبية is part جزء من الاكتئاب. فالموضوع لدى المسنين أنا ما ألوم الناس يعني لما ما يكتشفونه لأنهم ما تعودوا على هذا النوع النمط, يعني هم تعودوا ممكن على النوع النمطي من الاكتئاب, أنه شخص حزين وحاس أن الدنيا ما تسوى ومتضايج وما يرقد أو ما يأكل. يعني دكتورة نحن المسنين وضع مختلف. يعني نقدر نقول حق المستمعين اللي يسمعونا اليوم إذا عندكم كبير في السن في البيت تحسون أنه عنده نوبات هلع كبيرة ومو طبيعية, إذا عنده عصبية زايدة أو وسواس قهري أو أفكار مثلا سوداوية مثل ما ذكرتي, أنكم تتجهون لمراكز كبار المواطنين صح أو أي استشاري أو أي تغيير يعني في سلوك نفسه يعني. بالضبط صحيح. أو إنه ما يهتم بالأشياء اللي كان ما يهتم فيها مثلا بالضبط. كان مثلا يحب يسوي شيء وخلاص ما بدأ إنه يفقد المتعة إنه يسوي صح. هذا الشيء هذا ممكن تكون بعمل علامات دكتورة. صح. وبعدين مو شرط إن الاكتئاب لدى كبار السن, يعني الاكتئاب لدى كبار السن ممكن يكون سكندري أو يعني ثانوي أو نتيجة لشغلة معينة, مثلا ريال توفى زوجته أو توفى ربيع أو whatever, هذا إحنا نسميه secondary depression أو صار عندك اكتئاب نتيجة شغلة معينة. مو شرط أنه دائما secondary, ممكن يكون primary, ممكن بدون أي سبب. صحيح. تغيرات معينة في المخ وفي الدماغ وفي الناقلات العصبية في الدماغ تؤدي إلى الاكتئاب. يعني مو شرط أنه يكون صار شيء الأهل مثلا ممكن يقولون يعني مثلا ما صار شيء لأن هالمريض يصير عنده اكتئاب. عرفتي؟ صحيح. فممكن يصير endogenous داخلي بدون أي سبب. تمام دكتورة سلوى, الحين إحنا تحت طبعا تأثير جائحة كورونا تقريبا من سنتين, الحين الجائحة كيف أثرت على الاكتئاب عند كبار السن؟ ممكن تعطينا فكرة؟ والله عايشة وايد زادت الاكتئاب لدى كبار السن, لأن أولا حسستهم بالهلع, أولا أن هذا المرض ياي أتاكين كبار السن, يصيب كبار السن, هاي بحد ذاتها خلتهم يوسوسون ويحاتون. الشيء الثاني ابتعاد أهاليهم عنهم من دافع محبة, التباعد الاجتماعي. صحيح. التباعد الاجتماعي, قلة الزيارات,
زادت عليهم. يعني أنا خلال الجائحة في وايد ناس لاحظت أنهم فعلا بدأت تبين عليهم أعراض اكتئاب وأعراض ألزهايمر، خرف ما كانت موجودة من قبل، لأن الوسواس، لأن الناس لأنهم خايفين، لأنهم مرعوبين، لأنهم صاروا isolated، صاروا يعني معزولين اجتماعيا عن ومن غير الأخبار المتداولة، وبعض الأوقات يعني تكون حتى أشياء مغلوطة يعني مثلا تخوفهم زيادة. أكيد أكيد. إنزين دكتورة، الحين عقب ما عرفنا الأسباب والعوامل، نبغى نعرف كيف يعني طرق الوقاية من هالاكتئاب، أو كيف إن نحنا نقدر يعني إن نحنا يعني نكتشف هذا الشيء من بدايته على أساس إن نتلاحق على يعني أهم شغلة إن الأسرة تهتم بالشخص المسن وتحسسه إن دوره الاجتماعي لا زال موجود، وإنه هو رب الأسرة، وإنه هو الآمر والناهي، أو إنه هو مستشار الأسرة، فيرجعون له حتى في أشياء يمكن ما تحتاج قرار من عنده، لكن يرجعون له ويخلونه معاهم يعني involved معاهم في في الأمور اللي هم يناقشونها. أنا أفضل أن الناس يخلون تليفوناتهم شوي على صوب لما يلسون مع الناس الكبار ويسولفون وياهم ويسمعوا لهم. وللأسف هاي ظاهرة منتشرة دكتورة سلوى، نشوفها وايد، وحتى الكبار يتضايقون يعني يقولون حتى جايين تزورونا ولا جايين تطلعون تليفوناتكم. بالضبط. وممكن يعني أنا وايد أنصح أن الشخص الكبير لو كان يقدر أنه يمارس رياضة، يملأ وقت فراغه فيه هوايات جديدة، يسوي أعمال تطوعية، ممكن حتى الزراعة بحية. دكتورة جربنا يعني نخلي يدتي في كورونا تهتم في الزرع في البيت، الاهتمام صحيح. بالحيوانات هاي شغلة وايد، وهذا البيت ثيرابي أو العلاج بالأنيمالز أو بالحيوانات الأليفة هذا بروحه علاج للاكتئاب. التمارين الرياضية تقلل من خطر الاكتئاب والخرف بنسبة عالية تصل إلى تقريبا 40%. لما نتكلم عن تمارين رياضية، أسلوب حياة صحي، البوزيتيف ثينكينج، التفكير الإيجابي، إن إحنا لما نكون وياهم نكلمهم أخبار حلوة، أخبار إيجابية، نعزز دورهم الاجتماعي، نحسسهم إنهم لازالوا ناس مهمين، نحسسهم بقيمتهم دكتورة مهمة. صح، نحسسهم قيمتهم. وبنفس الوقت مثل ما ذكرتي يعني أنا أعرف ناس مثلا يعني كبار السن عندهم ما يخلونهم حتى مثلا لو بيقطعونهم تفاحة، لو بيسوونهم حاجة معينة، لو بيصيرون يبونهم غرض، لا هم يقومون يسوون عنهم، لا خلوهم شوي يتحركون. شو رايك؟ هذا من زود المحبة، which is fine يعني، بس أنا قصدي إن الشخص بعد يكون involved ويقوم ويتحرك لو هو قادر. يعني إحنا ممكن من زود المحبة أو نهتم فيهم أن نسوي لهم كل شيء، بس أوقات إحنا ممكن هالشيء يأثر عليهم وإحنا ما نقصد. يعني لو مثلا خليناهم شوي يمشون شوي هم يسوون الأشياء البسيطة، بالعكس هذا الشيء يعني عضلاتهم بتتحرك، بيحاولون يتحركون، هذا أفضل لهم. صح، وإنهم يطلعون من البيت. الحين ما شاء الله الجو ابتدى يتحسن في دبي in general، يعني ففترة وايد مهمة أن الناس تطلع وتستمتع outdoor، شغلة وايد مهمة، يصيرون يشوفون الفعاليات اللي تصير طبعا مع التباعد والتباعد الجسدي والاحتياطات عشان فيروس كورونا، لكن فعلا أنا يمكن أتكلم على level شوابنا هني في المركز أو كبار المواطنين في المركز، صار لهم فترة وايد متضايقين لأنه ما في فعاليات وما في زيارات وما في طلعات، عرفتي يعني الموضوع. أنا كنت أشوفه بعيني يعني الديفرنس أو الفرق اللي تسويه هاي الزيارات لما يطلعون ويغيرون جو، فما بالك بالناس اللي جالسين في بيوتهم يعني. أكيد. والحين دكتورة سلوى ما شاء الله ما بتقصر وبترجع لنا بفعالياتهم وبتونسك شيابنا. أكيد. صح، نوديهم إكسبو إن شاء الله. هي أكيد لازم، وبعد يعني التذاكر كلها يعني مجانية للكبار. أكيد دكتورة. دكتورة زين، هل هناك في علاجات للاكتئاب عند كبار السن؟ يس، هاي شغلة وايد أحب يعني أكد عليها. طبعا العلاج عبارة عن علاج دوائي وعلاج مثلا سلوكي أو معرفي، cognitive behavioral therapy غالبا ما عندنا وايد في الإمارات، لكن احنا نعتمد على العلاج الدوائي والنصايح اللي هي نعطيها للمريض اللي هي نعتبرها العلاج غير الدوائي. الأدوية المضادة للاكتئاب جدا فعالة دكتورة، جدا فعالة وجدا آمنة، يعني هاي إذا هاي المسج بس توصل للمستمعين اليوم أنا بكون جدا سعيدة، لأن الناس لما أقول لهم أوكي أنا اكتشفت الوالد عنده اكتئاب، حابة أن أنا أبتدي على دواء اكتئاب، ألقى ريزيستنس ومعارضة كبيرة من الأهل أنهم يخافون، لا دواء الاكتئاب ممكن يسوي إدمان وخطر ودواء ميانين للأسف، يعني هالأشياء اللي إحنا نسمعها.
دول الاكتئاب لو ما كان احنا مثلا كأطباء لو ما كنا شايفين ان المريض هذا راح يستفيد من الدواء ما كنا راح نعطيه. احنا نتكلم عن تجارب ناس تغيرت حياتهم تماما، والفيدباك هذا يجينا من الاهل. يقول يعني قبل فتره واحد كان يقول لي امه كان عندها نوبات هلع، فبعد ما ابتدت الدواء بشهرين شهر ونص تقريبا تقول حق ولدها هذا الدواء غير لي حياتي، انا تميت وحيت. أكيد. فإحنا لما نشوف الفيدباك ونشوف استفادة الناس من أدوية الاكتئاب نشجع الناس أن لا تخافون، الدواء ما يخوف، الدواء فعلا فعال and it's very safe، آمن، وما رح المريض ياخده طول حياته، رح ياخده لفترة معينة تحت إشراف طبيب. أكيد. بعدها رح يتوقف ورح تحسن حياته طبيعي. أكيد يعني يا دكتورة رح تتحسن حياته for sure. يعني نعتبرها هذه نصيحة أخيرة للمستمعين. أكيد أكيد أن الدواء آمن وفعال ويغير حياتهم للأفضل. ممتاز، والله يحفظهم ويحفظنا جميعا يا رب العالمين. شكرا لك دكتورة سلوى السويدي، استشاري طب المسنين ومديرة مركز سعاد كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي، على هالحديث الممتع، ونلقاك إن شاء الله بحلقات جاية. أتمنى لك يوم سعيد دكتورة سلوى. شكرا حبيبتي. العفو. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا نهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة، أتمنى أنها نالت إعجابكم، وتذكروا أنكم تلتزمون دائما بالإجراءات الوقائية، لبس الكمام، واللي ما أخذ التطعيم ياخذه، والتباعد الاجتماعي ضروري، صح أختي آمنة؟ طبعا أكيد. زين، كان وياكم في الإخراج الزميل سعيد المر، وبالتنسيق الأخت ميرا الخفلي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد. هذه تحياتي لكم، محادثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة، وأكيد وسط أحبابكم، ولين نلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله، أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.